وارد جدا المجموعة القتالية 3 تسعات تدخل بريا لتنفيذ أعمال على الأرض في الأراضي الليبية. إذن بعد القصف الجوي وارد وجود بري مصري من خلال المجموعة القتالية 3 تسعات في الأراضي الليبية. ده اللي قاله رجل لكل الامور احمد او احمد المسلماني. انما انا عايز اقول لكم كل خبراء العسكريه في العالم بيقولوا ان دخول مصر بريه لليبيا هو انتحار عسكري بكل المقاييس. الحقيقه انه عبد الفتاح السيسي وانصاره من امثال رجل لكل الامور بيقودوا الجيش المصري لمذبحه ممكن تحصل في الصحراء الليبيه لم يشهدها جيش قبل كده. الحقيقه هو بيحاول يحشد الرأي الدولي عشان هو يقول لهم أنا اللي هطلع لكم الطلعة دي سيبوني عليه عشان يلم فلوس من ورا الطلعة يعني. وولادنا يهلكوا في الصحراء بتاع ليبيا وهيدخل حرب لا هودة فيها ولا فيها منتصر ولا مهزوم. بالمناسبة الحروب دي بقاش فيها واحد انتصر على التاني. واسألوا عبد الناصر في اليمن قبل كده، اسألوا إسرائيل في غزة، اسألوا الأمريكان في العراق، اسألوا كل الدول اللي دخلت الدول التانية خرجت مهزومة أو خرج منتصر ما فيهاش نصر ولا هزيمة. خلونا نطلع فاصل ونواصل فقرة الأخبار.